حكينا عن اجواء جده وان احنا في منطقه البلد الجده التاريخيه القديمه. الجو يجنن الناس كلها امارات هنا النهارده، الجو يجنن قوي والحمد لله ما فيش رطوبه، وانا متحمس جدا اشوف الافلام، متحمس اشوف فيلم استاذ كريم الشناوي النهارده داي، متحمس جدا ان شاء الله يطلع فيلم حلو. شكرا على وجودك.